تجسيدا لقيم التكافل والتضامن الاجتماعي، استقبل عميد جامع الجزائر محمد المأمون القاسمي الحسني وفدا عن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مرفوقين بأشخاص مقيمين بدور المسنين من مختلف مراكز الرعاية، حيث نظمت لهم زيارة لجامع الجزائر للتعرف عن كثب على هذه المنارة الدينية. وبالمناسبة بادرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بتنظيم مأدبة إفطار على شرف المسنين بحضور أعضاء من الحكومة إلى جانب طلبة فلسطينيين. بمناسبة شهر رمضان المعظم كانت فيه لمة أسرية مع أمهاتنا وأبائنا من دار المسنين، وهذا بمعية أعضاء من الحكومة وبعض الشخصيات وأيضا الفنانين اللي شاركونا هذه اللمة الأسرية، وكذلك كانوا شاركونا أيضا طالبات فلسطينيات من أجل وضع بصمة التضامن والتكافل الوطني مع إخواننا في فلسطين. جد مسرور بعد ما تناولنا فطور المغرب هنا في هذا المركز برفقة أبائنا وأمهاتنا المسنين وبرفقة أيضا بعض الطلبات الفلسطينيات، ما علي أن أتمنى لهم رمضان كريم